السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حبايبنا في قناتنا وقناتكم صناعة بنفسك مع أخوكم عادل العبس. إحنا النهاردة في سوق الجمعة في اسكندرية، تمام؟ سوق الجمعة يا جماعة ممكن تلاقي فيه كل حاجة من الإبرة للصاروخ زي ما بيقولوا، تمام؟ بس تعرف تمشي فيه صح، وهي دي المهمة قوي، لأن أنت أو أغلب الوقت في سوق الجمعة اللي ما يعرفش ويدخل فيه مش في الغالب مش هيعرف يشتري حاجة قد كده، إلا لو عارف أماكنها صح، لأن شوارعه كتير وكل مكان متخصص في حاجات معينة. فنركز مع بعض شوية. دلوقتي احنا في الميدان اللي فيه التمثال زي ما احنا شايفين كده، ده بتاع ريا وسكينة، تمثال بتاع ريا وسكينة. من أول هنا ده اللي يعتبر البؤرة اللي تعرف تمشي منها بقى، اللي تعرف منها تتحرك منها ازاي. خليكم معايا كده عشان هعرفكم الشوارع اللي هنا وكل شارع بيبقى موجود فيه ايه بالظبط. ركز مع بعض عشان برضو إن شاء الله هنعرف أدوات الصيد موجودة فين وأسعارها ايه إن شاء الله مع بعضيها. خليكم معايا. ادي الميدان زي ما احنا قلنا. بص ركز بقى، في عندنا الشارع ده، الشارع اللي جنب الميدان من الناحية دي على طول، الشارع ده هتلاقي فيه العدد اليدوية كلها. الشارع ده تمام، الميدان اهوت، الشارع ده كده هتلاقي فيه العدد اليدوية وبعض مستلزمات البيت زي اوض نوم، اوض انتريه، صالونات، اي حاجة من دي بدايته من هنا، تمام؟ اي شوارع جانبية منها شمال هتلاقي فيها العفش المستعمل كله، مطبخ، اي حاجة، مطبخ، انتريهات، سفرة، صالون، اوض نوم، هتلاقيها كلها في التفرعات اللي داخلة من الشارع ده شمال. الشارع نفسه هنا للعدد اليدوية، تمام؟ هنيجي هنا كده لمنطقة الميدان كلها زي ما احنا شايفين، دي حاجات كتير متنوعة، يعني ملهاش متخصص حاجة متخصصة معينة. نيجي هنا بقى نركز، ادي الميدان اهوت، هندخل الشارع ده بالشكل ده كده. هنا الناس اللي عاوزة ورق الحائط ومستلزمات الديكور في الجزئية دي. أول دخلة منها يمين، يمين الحاجات اللي متعلقة بالحدايد. بالنسبة لأول دخلت من الشارع من هنا يمين، شمال، شمال هتلاقي الحاجات المتعلقة بالسباكة، بأدوات السباكة كلها وبداية شغل الملابس بقى. هتلاقي أول دخلة معاك شمال. بعد كده عندك يمين سوق البالة، برضه هنعرف الكلام ده كله من البنا. الدخلة دي عندي كده يمين هتلاقي الحدايد، شمال هتلاقي بداية شغل السباكة والملابس، من اليمين ده شمال هتلاقي سوق البالة. برضه هنعرف مع بعض دلوقتي كل حاجة. هنا على ناصية الميدان يا جماعة زي ما احنا شايفين كده التمثال اهوت، في الاستاذ ايه بقى؟ اسم الاستاذ ايه؟ استاذ اسماعيل. طيب رقم تليفون حضرتك عشان نعرض الحاجه اللي معاك. 012 12 55 012 12. ماشي، 012 12 55 74 23 74 23. تمام. في هنا يا جماعه عنده حوضين، هو عموما شغله كله في العيدان والمكن، تمام؟ عنده عود 7 متر كربون زي ما احنا شايفين كده، عود جابر حلو. زي ما احنا شايفين عود 7 متر والعود الثاني 5 متر. دي انواعهم. طيب العود 7 متر ده عامل قد ايه يا حاج؟ عامل 450. طيب وال 5 متر ده؟ 300. يبقى عندنا ال 7 متر يا جماعه عامل 450 جنيه، وال 5 متر عامل 300 جنيه. وعرفنا كده رقم الحاج باذن الله، اللي عايز يتواصل معاه هو موجود على طول على الميدان ان شاء الله كل يوم جمعه. من الميدان بقى كده يا جماعه هندخل الشارع ده، ده اللي احنا قلنا فيه العدد اليدويه والبداية الاساس. هنشوف كده ان شاء الله في ايه مع بعض، يعني خليكم معانا. زي ما احنا شايفين كده يا جماعه شبابيك ولا مونتال، اوض نوم كامله، صالونات،
زي ما في الحاجات القديمة في حاجات بتبقى يعتبر كسر زيرو، مش كل حاجة يا جماعة بتلاقيها ممكن تبقى ضايعة، في حاجات هنا ممكن تلاقيها لقطة، بس عايز اللي يدور ويبقى عارف هو بيدور فين بالظبط. زي ما احنا شايفين شغل الصيد اهوت، ده موجود في الشارع اللي احنا قلنا عليه. تعالى يا ابني اهو، تعالى يا ابني الحته عندي انا اهو في الجريمه. كان كرسي صغير اهوت حلو. ده عامل كام الكرسي ده يا حجان؟ 40. خامته محملة يا جماعة والله اهوت، بسم الله ما شاء الله. إيه حضرتك طبعا كل جمعة هنا يا حاج صح؟ ايوه 40 يا ماما. عايز القماشة وجوبيات كبيرة وعياشات. بسم الله ما شاء الله. وعبابا ده كام العياشة؟ العياشة دي بكام يا ابني؟ لا انت غيرة يا ابني. دي صغيرة دي بكام؟ دي كبيرة على بعضها. دي واحدة؟ اه شغل بالي يا جماعة. دي كبيرة عياشة كبيرة. جوبي. صور يا جماعة ما تخسرش يا جماعة. انا باخد منك كل مرة. يا عم انت عامل توتو اهو. عامل كام التوتو ده؟ عامل 40. التوتو عامل 40 جنيه. انا باخد منك كل مره. كل مره بنص جنيه؟ لا حسب الحاجه اللي باخد كذا راوتر منه. عامل كام السؤال؟ في حتتين، في حته حيه، حته تانيه. لا يا بس نضاف خلي بالك. انا باخد حتتين. عامل كام والله بيدوروا عليه ولا كل الناس اللي بتدور عليه؟ هو اللي عندي اتش دي مفيش مشكله. لا دول دول لا دول 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 طب ممكن دول 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 ان شاء الله وريها لي كده. كام ناس كام ده؟ مية وثمانين جنيه. ده كام؟ سبعين ثمانين ده؟ بس الحلة بتاعتها ما هياش معطى، بس كشكل عام شكلها العام حلو يعني. طبعا يا جماعه احنا دلوقتي فتره سوق الجمعه الصبح، فبيبقى في بعض الزحمه، وعشان نقف ونسال على كل انواع الاسعار وكل حاجه وسعرها كام، فهتبقى الدنيا صعبه شويه. هم حتى هيبقوا مزحومين، فمش هينفع ان هم يقعدوا ان هم يقولوا على كل حاجه وسعرها. بس فيها دان والله جبره حلوه خالص اهي. ده عود قد ايه ده؟ 8 متر. ده عامل كام؟ لا 8. عامل قد ايه؟ عامل 280 جنيه. 280 جنيه. بسم الله ما شاء الله. بس عود رقع ده. رقع. اه ايوه ما انا بقول لك عود رقع، ما هو باين عليه. قال لي 180 جنيه. اه. صادق والله صادق. 180 صادق. لا بسم الله ما شاء الله والله. 8 متر. 8 متر رائع بس حلوة. 180 جنيه بسم الله ما شاء الله. رائع. عايز شغل فيلا. زي ما قلنا يا شباب ادي كده احنا في نص الشارع بالظبط اللي احنا لسه داخلينه. يمين منه هيطلعنا على الملابس. يمين منه هنا كده هيطلعنا على الملابس. شمال منه هيطلعنا على الشغل بقى الاساس كله واوض النوم والحاجات دي. وهتلاقي برضو في بعض شغل السباكه. زي ما احنا شايفين كده ده بعض من شغل العدد اليدويه اللي موجوده. طبعا في حاجات ياما خالص يعني.
وانا يا جماعه بص اعلان برضو شغاله اهيت، هتلاقي في شغل حاجات للصيد هنا كويسه جدا، بس تعوز برضو تدور لان هتلاقي اسعار مختلفه وحاجات مختلفه. زي ما احنا شايفين شغل الاساس، بسم الله ما شاء الله. الحاجات دي برضو هتلاقي اسعارها رمزيه جدا، يعني ما هياش اوفر. الناس برضو اللي عايزه تجهز ولا حاجه واسعارها عايزه حاجه معقوله، ممكن تلاقي هنا اللي هي محتاجة كله. دي مكنة ريمبو يا جماعة، ماشي 8000. دي حلة معدن زي ما احنا شايفين، هي مستعملة بس نظيفة، عاملة 250 جنيه. دي أول كلامه يعني، برضو الحاجات دي كلها طبيعي يا جماعة بيبقى فيها كلام يعني. بسم الله ما شاء الله. الحاجات اللي في الحاجات اللي ممكن تلاقيها جديدة أو مستعملة بيبقى فيها كلام برضو، فيها شغل. طبعا في عندك بوصة اهو برضو، ده عود كامل اللي معاك ده؟ عود كام ده؟ ستة؟ ستة صار اولمبيك. اولمبيك ده عامله قد ايه هي؟ 200 جنيه. تمام. طب رقم حضرتك، طب لو حد عايز يتواصل معاك؟ 0122 83 1-4-4-5-2 استاذ ايه بقى؟ محمد العربي الفاكتوري. يا اهلا بيك يا استاذ محمد، تسلم يا رب، ربنا يحسن لك سوقهم يا رب. طبعا يا جماعه اي اسعار هتشوفوها او تسمعوها هنا كله في فصال، يعني مش معنى ان هو بيقول لك مثلا حاجه ب 200 جنيه يبقى هي ب 200 جنيه، لا انت هنا ممكن تنزل النص عشان تعرف تطلع منها. وفي حاجات زي ما قلنا جديده وفي استعمال مش كل البوصه اهو زي ما احنا شايفين كده. صورنا انا في السوق بسم الله ما شاء الله. حاجات يدويه جميله والله يا جماعه، تنفع الجنينه، تنفع السطح. ده طقم على بعضه ولا عامل قد ايه؟ 2700. عايزين كلام البيع والشراء. ما عشان احنا لو كان كده بامر الله هناخد منك رقمك، لو حد عايزه هيتصل عليك. طب يا جماعه والراجل برضه هيعمل الواجب، لو حد محتاجه الجنينه السطح حاجه. دي نظام ترابيزه اهي، كرسيين وكنبه مثلا تاخد نفرين او ثلاث نفر صغيرين كده. انا رقم 012 012 8 3 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
شخص حسن. هذا انا بالبيت. تسلم يا جميل. كل جمعة هنا صح؟ اه ان شاء الله. بأمر الله. والساعة دي عاملة قد ايه؟ الساعة دي عاملة كام؟ ده عاملة 200. ليه كده يا عم؟ اظبط الكلام. هي واخدة قرص خشب حلو يعني. ربنا يحسن لك سواها. زي ما احنا كده شايفين يا جماعة، دي ادوات سباكة، هي لسه بكياسها بطقمها. الحاجات دي طبيعي هتلاقيها فرق كبير جدا 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 في الاسعار عن ما تبقى في المحلات. اللي عايز يجهز مثلا لشقة ولا حاجة، الحاجات دي هنا هتلاقيها سعرها كويس جدا عن هناك. وبرضو زي ما قلنا هتلاقي فيه الغالي وهتلاقي فيه الرخيص، فعلى قد ما تقدر دور ومتشتريش من اول واحد، دور وشوف النظام ايه. وبرضو فاصل كويس، لان اللي هيقول لك 1000 ممكن ترسم على 500، فانت كده كده نزل وما تقلقش يعني، هو كله هنا بيفاصل.
شايفين كده اطقم الصفرة بقى والبنورة بتاعتها اهيت. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة برضو معدات جيمات ونوادي كمال الأجسام برضو هتلاقي الحاجة كلها هنا اهيت. ده نوبلز برضو اهيت. السلام عليكم. عليكم السلام. ده شكرا خليك رب. اي حاجة بربع جنيه. زي ما احنا شايفين يا جماعة الموتان برضه هو شبابيك واشكال واحجام، طبعا العربية مش للبيع. زي ما احنا شايفين بتاخد مقاس الحاجة اللي انت عاوزها وبتيجي تاخدها جاهزة على طول من غير تركيب ومن غير المقاسات انت تروح تعملها عند حد ولا حاجة، كله جاهز اهو. التشكيلة جاية. الله ينور يا معلم. ايه التشكيلة جاية؟ أي حاجة من الألعاب دي يا جماعة ب10 جنيه. ألعاب، شرابات، ثلاث شرابات ب10. حاجات منزلية زي ما احنا شايفين كده. أي حاجة ب10 جنيه. أي حاجة ب10 جنيه. والله يا بلاش. الجزئية اللي عند المسجد دي يا جماعة اعرفوها بالمسجد اهوت. الجزئية اللي عند المسجد دي بقى البالة والحاجات المستعملة. اوقات بتلاقي حاجات هنا برضو لقط، يعني متعتبرش مستعملة خالص، وحلاوتها ان اي حاجة ب5 جنيه، اي قطعة ب5 جنيه. شربات بقى، لبس، جواكت، بنطلونات، شراط، اي حاجة. احذية موجود نفس الليلة، احزمة، في حاجات كتير جدا يعني. اي حاجة منها ب5 جنيه. وفي بعض الحاجات اللي ممكن يبقى الاستعمال بتاعها كتير شوية بتبقى حاجات ب2 جنيه وحاجات بجنيه، مش كله يعني. طبعا سوق البلد لسه قدام شوية، فاحنا دلوقتي بنشوف سوق المستعمل زي ما احنا شايفين، وهتلاقي قدام حتى شغل سواريهات وحاجات عرايس هوريها لكم برضو مع بعض. زي ما احنا شايفين كده يا جماعه ادي تيشيرت، شايفين شكله عامل ازاي؟ ماشي، وانواع كويسه والله يا جماعه. بولو اوت، شايفين بولو اوت ده؟ عارفين عامل كام؟ اي قطعه بجنيه، اي قطعه بجنيه. شايفين اللي هي عامله ازاي؟ نظيفه يعني، ما هياش حاجه متبهدله يعني. قمصان، اي قطعة بجنيه. بس بنطلونات، بس يا جماعة شايفين، بس طبعا دي مقاسات كبيرة اساسا. في حاجات ياما انت ممكن تدور عليها يعني، اللي هيدور هيلاقي. يا فيفي زي ما انتم شايفين يا جماعة برضو عند الجامعة هتلاقوا سواريهات اهوت. ماشي، ناس بتقيس اهيت، تمام. اي شايفين كل الكون اللي ورا ده فساتين سواريهات اللي بييجوا ياخدوها هنا للمعارض. زي ما احنا شايفين كده، بصوا الكون اللي ورا ده كله فساتين سواريهات، وقدام هتلاقوا برضو زي ما احنا شايفين كده قرفة سواريهات اهيت. شايفاه والله. ده هنا كده يا جماعه سوق البلا زي ما احنا شايفين كده.
قمصان، القمصان ديت اي قميص بعشرين جنيه زي ما احنا شايفين. في اشكال زي ما انت عاوز تدور بقى. في الحريم وفي الرجالي، بس طبعا كل الصف ده رجالي زي ما احنا شايفين كده. في حاجات اطفال، كل الحاجات ديت اي حاجة بعشرين جنيه. عبايات في اللي بنص وفي اللي بكم. برضو الحاجات دي كلها بعشرين. الحريمي هنا اي حاجة بخمستاشر. شايفين بلوزات لو اتحطت والله في محل هتبقى بفلوس. اي حاجة بخمستاشر. بنطلونات اهيت. اللي عايز يا جماعة والله اللي ينزل كده ياخد فكرة هيستفيد بأمانة. يعني في حاجات كويسة جدا واسعارها حلوة. بس البلوزة عاملة ازاي وتفصيلتها عاملة ازاي. 15 جنيه. كم ساعة؟ 20 جنيه ونقص. قال لك كاسيونات انجليزي ونقص. هي حتة ب 25 يا بابا. قميص تيشيرت شورت 25. 150. اي شغل. يلا ماركات اوروبا انجليزي اصل يا بابا ب 25. اي حاجة. اي حاجة وكل حاجة ب 25 جنيه يا بابا براندات اصل. عروض اخر الشهر للناس للنقص. الناس للنقص. عروض اخر الشهر. يلا بينا بابا. هنا الفي اي بي بجد يا عم. هنا الفي اي بي بجد يا عم. ماركه وكاميرا وكاميرا. يلا بلاش خلصانه انجليزي اصلي. ولا تمن علبه كليوباترا دلوقتي العام دوت. كل اللي احنا شايفينه ده يا جماعه اي حاجه ب 25. شايفين يا جماعة زي ما احنا شايفين كده. كده احنا خلصنا جولة السوق. وخلي بالك هو انا في حاجات ياما ما صورتهاش عشان وقت الفيديو برضو ما يطولش زيادة عن اللزوم. لكن كده بأمر الله يعتبر اللي هينزل على الوصف اللي احنا قلناه هيعرف يشتري ايه ويعمل ايه بالظبط من اي حتة. فان شاء الله كل مرة كده ولو لقينا حاجة جديدة هنعرفكم برضو بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.